الخبر الاول اللي عدنا عن انس مروة وعيد ميلاده. اليوم هو يوم عيد ميلاد انس مروة، فكل عام وانتم بخير واقبال الف سنه يا رب. وطبعا اصاله نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي كان بصوره انس مروة وكان كاتبه لك كل عام وانتم بخير. وطبعا هواي من اصدقائها المشاهير هم عايدوا، فلا تنسون يا حبايب تعايدوا بالكومنتات. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار. فنور نزل على حسابه بالانستغرام هذا الستوري اللي كان يقول بي انه باكر راح ينزل مقطع على الساعه بالاربعاء وراح يكون من السلسله الجديده اللي اكيد الكل متحمس لها، فراح اعطيكم هذا الستوري شوفوا. يو جلدي دخلالكم ربي يسعدكم، ان شاء الله بكره على الساعه 4 في فيديو على قناتي الاساسيه اللي وعدتكم فيه انه بدايه لسلسله جديده وفيديو كثير حلو وخطير، فخليكم بكره جاهزين على الساعه 4 نفجر تفجير. الكل ينشر انه بكره الساعه 4 في فيديو على اليوتيوب. الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم المتابعين على وسام تيكت بسبب تحرشه بالبنات واللي منهم مية اللي طلعت وفضحتها. طبعا بالنسبه للاشخاص اللي شايفين المقطع السابق يعرفون القصه بالكامل، وانه وسام خاف كلمه تحرش من التعليقات اللي عنه. الاغلب توقع على مود خايف تنكشف الحقيقه، فلو ندخل على اخر مقطع نزله ونزل بيه على التعليقات راح نشوف كل التعليقات انقلبت بالانجليزي مكتوب عليها كلمه متحرش، عمود يوضحون اكبر عدد من الناس القصه، يطلبون من وسام تيكت انه يطلع ويرد بيه على الموضوع اذا هو فعلا حقيقه او لا. ما ادري الصراحه، اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وهل وسام تيكت يستحق هذا التهجم اللي تعرض له او لا. الخبر الرابع اللي عدنا عن فضيحة بيسان اسماعيل واخفاها العملية اللي سوتها. ما نسأل عن شنو هي العملية، فمثل ما تعرفون انه بيسان اسماعيل هي مسوية تكبير شفايف، وبالسابق نزلت مقطع عن هذا الموضوع، ولكن حاليا من الواضح انه هي جددت العملية او هي حابة تخفي عن الناس اللي ما يعرفون. اما عن نور الفضاحة فهي الدكتورة نفسها اللي سوت العملية مالتها، هذه الدكتورة نزلت على حسابها بالانستغرام الاشخاص يسوون عندها عملية تكبير شفايف، عمود تبوع على الاشخاص الثانيين انه نتائج عملياتها، ولكن بالعادة تطلع شكلهم، ولكنها نزلت هذا الستوري اللي كان بي بيسان اسماعيل، ولكن بيسان مش مطلعة وجهها، وشات كاتبت لها شكرا على المشاركة، وبعدها نزلت هذا الستوري الثاني اللي هم كان بمراسل ويا بيسان اسماعيل ولكن ما طلعت اسم بيسان. ومع الاشخاص راح يسالون شلون عرفنا انه هاي بيسان اسماعيل؟ طبعا اكو هواي من الادله، وواحد من عندهم وتلاحظون بهذا الستوري انه بيسان اسماعيل كانت لابسه نفس البلوز بالستوري اللي قبله اللي نزلتها عند الدكتوره اللي هي هذه البلوز الورديه ونفس الوقت الشعر الاشقر مالتها، وخاصه انه هذول الستوريين نزلوا تقريبا بنفس التوقيت، حتى اساسا لو تدققون من برا من شكل بيسان يبين انه هو شكل بيسان اسماعيل. فاكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر وشو رايكم انه بيسان اسماعيل ما تريد تطلع وجهها عند الدكتوره ولا حتى اسمها بالمراسله، هل تريد تخفي الموضوع او لا؟ الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم متابعين انس واصاله على شهد وسمنت واتهامهم بالتقليد بسبب تنزيلهم لهذا المقطع اللي كان مقلب انا حامل بزوجي، واللي هو نفس المقلب اللي نزله انس واصاله من حوالي سنه تقريبا. طبعا انا اشوف الصراحه الموضوع ما بتقليد، ولكن تتذكروا من حوالي شهر نزلت بهذا المقطع اللي كان بيشهد وسمنت يتهجمون شخصيا على انس واصاله لانهم كانوا منزلين مقطع من حوالي 11 اشهر، وانس واصاله نزلوا نفس المقطع من حوالي يومين، فحاليا المتابعين دي يردون نفس هذا التهجم لانهم ما نزلوا المقطع بعد ما نزلوا انس واصاله بحوالي سنه. فهو من الكومنتات اللي جتهم انتم تقلدوا انس واصاله، ما ادري صراحه اكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر، هل ما يستحقون التهجم اللي تعرضوا له او لا. الخبر السادس اللي عدنا عن اسو وفاة بنت خالها، فاسو نزلت على حسابها بالانستغرام شويه ستوريات واللي منهم هذا الستوري اللي كانت كتبه ببقاء لله، وبالستوري اللي بعده ضحت بيه انه الميت هو بنت خالها وطلبت من الناس انه يترحمون عليها، فالله يرحمها ويجعل مثواها جنة يا رب، ولا تنسون يا حبايب انه تترحمون عليها. وبس والله هنا وصلنا لنهايه المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تحطون لايك وتشتركوا بالقناه عشان يكون في زي مقطع من القصص، وبس مع السلامه.